موسى صلوات الله وسلامه الله عليه فضله الله على أخيه وعلى جمع كبير من الأنبياء بأن الله كلمه، ومراتب الهداية عدها بعض العلماء إلى 10، أرفعها وأجلها مقام التكليم من غير حجاب، ومقام التكليم من غير حجاب أعظم من أعطيه إياه موسى عليه السلام. فإذا قيل الكليم إنما ينصرف إلى هذا النبي المصطفى عليه السلام. قال الله جل وعلا عنه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وقد كلم الله جل وعلا موسى عليه السلام مرتين، مرة على غير ميعاد عندما قفل راجعا من أرض مدين إلى أرض مصر عند جبل الطور، رأى نارا كلما دنا منها يرى ضوء النار يشتد والخضرة لا تختلف لا تتغير. ومعلوم عقلا أنه لا يجتمع نار ورطوبة، فالشجرة إذا كانت طرية مملوءة ماء محال أن تجري فيها النار، فالحطب لا يكون إلا فيما يبس. فموسى هاله المنظر أن الشجرة تزداد خضرة والنار تزداد نورا. إني آنست نارا، أمر أهله أن يمكثوا حتى أتاها فكلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه كما بينا. وهذا مقام التكليم الأول: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا مقام التكليم الأول. مقام التكريم الثاني كان بعد خروجه مع قومه من أرض مصر إلى أرض التيه، فوعده ربه 40 ليلة، كانت في أول الأمر 30 والمشهور أنها شهر ذو القعدة، ثم أتمها الله بعشر والمشهور أنها العشر الأول من ذي الحجة. فيكون تكليم الله جل وعلا لموسى في صبيحة يوم النحر. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا التكليم الثاني. في التكليم الثاني نلحظ أن موسى رغب في مقام الرؤيا بعد أن أعطي مقام التكليم. بعض أهل العلم يقارن ما بين حال موسى هنا وحال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن موسى عليه السلام لما أعطي مقام التكريم طمع في مقام الرؤيا، أما محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لما أعطي ما أعطاه من مقامات في رحلة الإسراء والمعراج لم يتغير، ولهذا قال الله: ما زاغ البصر وما طغى، أي لم يلتفت يمنة ولا يسرى، وإنما أقيم حيث أقامه الله، وعندي أن في هذه المفاضلة نظر والعلم عند الله.